أبناء أجندة. مراد الزغيدي. أهلا مرحبا بكم وبعضنا حتى الماضي ساعتين في عندنا أجندة. اليوم 21 جانفي، بديت تبر الدنيا تون، بعد نبعثوا لكم نوريكم بعض الصور على مدن الشمال اللي بديت تهاطل فيها الثلوج والمنظر صار جميل، لكن بطبيعة أهم حاجة نستناوها هي الأمطار. ضيوفنا ابتداء من ماضي ساعة باش يكونوا زوز رجال قانون، زوز رجال قانون، باش نحاولوا نهزوا الحديث مش فقط لمسائل قانونية سياسية ولكن لمسائل اقتصادية. مبروك كرشيد وحاتم قطران مع بعضنا، باش نحكيوا على الشركات الأهلية، باش نحكيوا على الصلح الجزائي، هل من الممكن لتونس أن تحقق هذا التصور اللي حب عليه رئيس الجمهورية حول الشركات الأهلية، لأنه فما إشكاليات قانونية. باش نحكيوا على الصلح الجزائي، هل بالفعل هذا المشروع ممكن أن يدخل الدولة مئات المليارات كيف ما سمعنا، إلى جانب إشكاليات أخرى، تعطيل بعض المشاريع متاع الدولة، مشروع المدينة الصحية، مشروع خرول خرجة متاع مطريق في خرجة مدينة تونس، مسألة المرسوم 54 اللي صارت تطرح إشكاليات كبيرة، إيقاف البارح النائب السابق سيف الدين مخلوف بعد الحكم القضائي للمحكمة العسكرية، وهل يمكن أن ننظر للاقتصاد من نظرة إيديولوجية، إضافة إلى مسألة طرحها كان حاتم قطران وهو التعددية النقبية. كل مسألة ذي باش نحكيو عليها بداية من ماضي ساعة حتى الماضي ساعتين. نحكيو زيادة على ليبيا، هاي التصويرة حاضرة، شكرا لكم الأولاد، هاو التصويرة هذي بحث برقو ولاية سليانة، شوفوا الصور هذي، الصور الجميلة، الثلج وقف ما عادش قاعدة تصب ثلج توا في ولاية سليانة ولا في ولاية جندوبة، وتشوفوا بحث عين زكار، هنا مناطق شان ما جبلية، صور جميلة من كامل ولاية الشمال، ولاية السليانة، ولاية جندوبة بطبيعة الحال. قلت لكم نص نهار ونص في ركن المخصص الليبيا، ضيفنا باش يكون أنيس الجارزيري رئيس مجلس الأعمال التونسي والأفريقي TABC Tunisian African Business Council، بعد حدث مهم صار في مصرات المعرض التونسي الليبي، معاه باش نحكيو على المعرض هذا، باش نحكيو على الثقل الاقتصادي لمدينة مصرات، شنو ربح تونس وشنو تنجم تربح، ولمشروع مهم، مشروع الطريق السيارة اللي منا إلى ممكن 2040 تنجم تحضر ما بين تونس وعاصمة النيجر نيامي، ودير باش تكون حاضرة معنا المستشارة الأولى لرئيس جمهورية النيجر. ثم بعد قليل مجدي الكربيعي نائب سابق بالبرلمان التونسي مباشرة من ميلانو، بعد زيارة وزير الخارجية أنطونيو تياني، بعد زيارة ماتيو بيانتيدوزي وزير الداخلية، وفي انتظار زيارة رئيس الحكومة الإيطالية جورجيو ميلوني، لأنه تونس واعية بأهمية الشراكة مع إيطاليا وشنو باش يبدل في العلاقات التونسية الإيطالية وفي مسائل الحرقة والهجرة غير النظامية، صعود حكومة جورجيا ميلوني اليمينية. بعد شوية مجدي الكربيعي يكون موجود معنا من ميلانو. حبيت نبدأ البرنامج اليوم بتحية، وقت نحكيه على طقس البارد ما ننساوش أنه طقس البارد ما هوش نعمة للجميع، أنه هناك نسبة متوانسة اللي وقت يبرد الطقس ما يلقاوش كيفاش يباتوا وكيفاش يرقدوا. وضيفي اليوم هو قيس لشعل، ونحييه، هو نائب رئيس جمعية ابتسامة للجميع. ابتسامة للجميع اللي عندها حدث مهم وعملية مهمة تنظمها، كم قاعدين تشوفوا فيها، إن شاء الله تكونوا تشوفوا فيها، إذا كنت تفرجوا فينا على اليوتيوب وإلا على ولا على الفيسبوك، اسمها كون تفاهم في شتاهم في منطقة النظور في الزغوان. هاو إذا كان تشوفوا فما رقم الحساب البنكي تنجموا تعاونوا لعائلات في منطقة الزغوان اللي ما عندها بالفعل حتى شيء، وقت يبدأ يقرب الشتاء الحالة متاحهم الوضعية متاحهم تكون وضعية صعبة جدا. قيس لشعل مرحبا بك. مرحبا مراد، مرسي بكو، يعطيك الصحة وبارك الله فيك، ويعطيك الصحة التقديم، والمرة الجاية حاول تكون كونكتي بالصورة والصوت
معانا لانه خير كمان. ما احنا عنا تو مجدي الكربيعي من ميلانو باش نشوفوه صوتا وصوره، وانت هوني في عين زهوين ما تشوفوكش صوت وصوره، ما يهمش. تو نشوفوا بعد ميني سبوت صغير هو على على الحمله نتاعكم. ذكرني ساعه ونذكروا في اللي يسمعوا فينا ابتسام الجميع. تو ما جيتوا قبل يا فهم، لكن ميسالش زياده الخير ما فيها مضره. جمعيه قاعده تخدم في خدمه صحيحه. ايفير بلوشو كنت فاهم في شتاء، من شكون موجهه العمليه نتاعكم؟ بون كان تسمح رابيدمون بالنسبه لابتسام الجميع، هي جمعيه تاسست في فيفري 2011. الفكره هي بدات من ريفيون اس او اس جامارت، مجموعه من الشباب تمشي تحتفل بالريفيون، وبتي ترتي بشوي بشوي دونك الفكره كبرت، وقلنا علاش ما نخدموش على بليزيور اكس. اي دوبوي من فيفري 2011 هي متواصله اليوم، دونك بريسك عمرنا 12 عام. عندنا شنو تعملوا بالضبط؟ وين موجهه العمليات هذوما؟ لشكون موجهين تدقيقا؟ هو عندنا بالضبط، هو الاحاطه المعنويه والماديه لكل محتاج بفاسون جينيرال، زرع البسمه لكل محتاج بفاسون جينيرال. دونك اون فيت عندنا ان بروغرام بلانيفي انويل نقوموا به من بدايه العام، معناها كسوا في الريفيون لهنا. توا زاد عندنا بالنسبه للبريود هذه تاع الشتاء ديما في شهر اخر شهر جون في اول شهر فيفري، دونك نختاروا ديما منطقه من المناطق اللي نعرفوا ريفيه اللي فيها قساوه الطبيعه، ونحاولوا باش نوفروا ليهم ونجمعوا اغطيه ولا بمطلة ولا نجموا حتى حوايج، معناها كسوا مستعمل ولا جديد، واللي يكون لايق ويحفظ كرامه الشخص اللي هو مش يلبسه. ودونك نتوجهوا ونعملوا زاده حتى نوع من التنشيط، معناها اذا كان باش نتوجهوا المدرسه المره هذه اخترنا المازور. استبقنا زاده خدمنا قبل، مازلنا خدمنا على اون اكسيون في اس او اس سليانة، على خاطر عندنا علاقه قريبه برشا مع اس او اس ديجا لو ترافاي دو تري اللي باش نعملوه. تو قاعد نحكي معاك واللي فما اون ايكيب غدوه ان شاء الله واليوم العشيه مش تبدا موجوده في اس او اس جامارت باش تعمل لي تخي تاع لي فيتمون اللي يجونا دي دون من عند العباد. دونك واي انسان يحب يجي يعاون كسوا حتى مش بالفلوس، حتى بالوقفه، حتى بالاعانه المعنويه، مرحبا به. دونك ينجم يجي ويراب عينيه كيفاش فما نوايو كبير، فما خليه تاع نحو قاعده تخدم. قديش المتطوع انتم تقريبا قيس؟ قديش بالضبط سامحني؟ قديش من متطوع انتم تقريبا؟ متطوع احنا في الانتوراج الجروب في ال 500، لكن النوايو دور اللي قاعد يخدم موجود في الطينه، خاطر 500 فما دي جينيراسيون اللي هي كبرت وحتى خرجت لبرا، وفما شكون عاود رجع، وفما شكون مي توا اكتوالمون هما قرابه 60 واحد، معناها اللي احنا النوايو دور هذاك اللي نخدموا عليه لا ماجوريتي سو سون دي جون. اي اون فيت سي اون بيبينيير بور كريي دي ليدرز بور دو نام. انتوما وين المقر نتاعكم قيس؟ المقر نتاعنا لي ريونيون نتاعنا جينيرالمون نعملوهم في دار الجمعيات في سيدي بوسعيد او في منطقه سيدي بوسعيد، ما عندناش مقر موجود، لكن احنا اكتوالمون نعملوا في انشطه اون كولابوراسيون في فضاء فرح. فضاء فرح اللي هو فضاء في البحر الازرق اللي هو يحمل اسم الطفله اللي توفيت في البحر الازرق وقتها تلوج على مع بنتها مع امها تلمت في البلاستيك، وفينالمون كانت النهايه التراجيديه اللي هزت تونس الكل. دونك ثم فضاء قامت بانشاء البلديه بالتعاون مع جمعيه سوليداريتي لايك. دونك احنا قاعدين المقر نتاعكم وين موجود للي يحب يجيب لكم، ورقم التليفون، ونحاولوا في دقيقه ان نعديوا الميساج هذايا. الجمعيه هاو قاعدين نشوفوا في الريب طويل شويه، ولكن اذا كان تنجموا باش نحطوا نخليوه على الباش فيسبوك نتاع اي اف ام كون نتفاهم في شتاهم ايفير بلوشو. اللي يحب يجيب لكم قلت لي انت قبيلك راح تحضروا في البرنامج خصوصك المضارب، خاطر فما على عكس ما يتصوروا الناس، احنا هون اللي نتكلموا ولا التقنيين اللي معانا ولا الناس اللي تسمع فينا، الكل واحد باش يروح لداره وعنده مضاربه باهيه يرقد عليها في الليل. فما مئات الالاف متوانسه ما عندهمش مضاربه باهيه يبيتوا عليها في الليل، تظهر حاجه انكرويابل في 2023 لكن هذاك الواقع. دونك المضارب انتم اولويه الاولويات. بالضبط اولويه الاولويات الحقيقه هي المضارب، معناها هما حاجتين، معناها احنا في الكونتاكت كورنا معناها حاجتين يكلمونا عليهم اللي هما توسكي لي ماتلا المضارب، وزاد بالنسبه لابيل، زاد بالنسبه للطبه اللي ينجموا يجيو معنا في الكرفان اللي نحبوا نعملوها دو سونتي
باش ينجموا زيد خطفة مع بيت تقعد بالخمسة ستة سنين ما تعمل حتى كنترول ميديكال وتطلقها تشكو معناها في أمراض. دونك أنا بيل بالنسبة للمضارب سيرتو خطر حاجات الأخرى قادرين باش نجموا نجيبوها قاعدين نجموا لقاو دي اللي انتريسي كلمكم على رقم تليفوني ذولي وقاعد يخرج للناس اللي تتفرج فينا ما ميسالش نذكروا فيه قاي نذكروا به قايس ونختموا رقم تليفون الحقيقه النمره انا بيدي مش حافظه توا اكتوالمون ماهوش قدامي اكزاكتومون موجود في الباج فيسبوك نتاعنا ان سوري بورتوس دونك الباج فيسبوك الانستغرام ان سوري بورتوس زاده على السيت انترنت ان سوري بورتوس ها نعطي هنا النمره التليفون 6 رجعوا لي الاكران الاولاد خلينا نعاود نعطي النمره 56 19 63 00 00 56 19 63 00 56 19 63 00 لا ما تشكرنيش مقارنة باللي تعملوا فيه انتوما على حساب عائلتكم وحساب صحابكم وحساب اولادكم في البرد وفي الحقيقة وسيرتو ليماج راهو تاع لومباتي مع الناس هذيا الناس هذيا راهو وقت انت تحس اللي انت يحسوا اللي فما اولاد بلادهم قاعدين يحسوا بيهم ويتنقلوا لهم مهم جدا حاجه اهم حتى من لو دون اللي هو يتعطى في اما نحاولوا كوميم ونهزوا لو ماكسيموم دو دون هاولا في تشوفوا قدامكم نحاولوا نخليوه على فيسبوك برافو قيس لاشعل برافو جمعيه ابتسامه للجميع لونتين نتاعنا محلوله ليكم وقت ما تحبوا بعد شويه نكونوا مع مجدي الكرباعي مباشره من ميلانو ماذا على العلاقات ما بين تونس وإيطاليا بعد الحضور الدبلوماسي الكبير الجمعة هذه في تونس لإيطاليا وزير خارجيتها وزير دفاعها عندنا أجندة مراد الزغيدي كل سبت من نص النهار لساعتين على إيفام أحلى راديو حضور دبلوماسي قوي إيطالي الجمعة هذه في تونس بقدوم تقريبا نجم نقولوا اول مره بالتزامن هذايا وزير الخارجيه والنائب رئيس الحكومه انطونيو تاياني الى جانب وزير الداخليه ماتيو بيانتيدوزي في انتظار قدوم جورجا ميلوني رئيس الحكومه الايطاليه الجديده اليمين تعرفوا ربح في الانتخابات الاخيره جورجا ميلوني حكى عليها العالم اجمع باش تعمل دوره في المنطقه باش تكون حاضره في الجزائر في ليبيا اكثر من هكا هل أنه اليوم الدبلوماسية التونسية الحكومة التونسية عاتية ما يلزم من الاهتمام والتحذير والقيمة للعلاقات ما بين تونس وإيطاليا خصوصا أنه الرقم الأخير أكد أنه إيطاليا ولأول مرة تعديت قدام الصين في مسألة في حجم المعاملات الاقتصادية مباشرة من ميلانو ضيف اليوم مجدي الكرباعي نائب سابق بالبرلمان نائب عن إيطاليا مجدي مرحبا بك السلام مرحبا بك مرحبا مستمعي ومشاهدي اي اف ام مشاهدين ومشاهدات اي اف ام الممتاز مجدي قلنا حضور دبلوماسي ايطالي قوي انطونيو تاياني ماتيو بيانتيدوزي في انتظار قدوم جورجيا ميلوني هل ان تونس صارت اولويه بالنسبه للحكومه الايطاليه في الفتره هذه وشنو الخلفيات نتاع الحضور القوي مع العلم ان تاياني واضح من عمل تصريح قال انا طلبت من نحن معنا الدوله الايطاليه الحكومه الايطاليه طلبت وان تقابل الحكومه التونسيه في اقرب وقت في مساله الهجره غير الشرعيه ما وراء هذا شكرا على الاستضافة. بون بالنسبة للحضور الدبلوماسي وكذلك الحضور الإيطالي في يعني في تونس هو مش يعني تقريبا بدأ منذ زيارة أنطونيو تاياني. أنا خليني نرجع بك إلى تعيين السفير اللي هو فابريسيو ساجو. فابريسيو ساجو إذا نشوفه معنا فهمت السيرة الذاتية نتاعو السي في نتاعو واللي معناها كان يعني عوض لورينسو بانارا اللي في نفس اليوم يعني في نفس يوم مغادرة السفير الإيطالي تم تعيين معناها دخل السفير معناها في نفس يوم مغادرة لورينسو بانارا يعني سيرجيو فابريتسيو ساجو دخل إلى تونس. فابريتسيو ساجو كان سفير لدى أمريكا ثم تم يعني استدعائه من قبل سيرجيو ماتاريلا اللي هو رئيس الدولة الإيطالية إلى أن يكون معناها مدير عام الأمور معناها الدبلوماسية في رئاسة الجمهورية ثم بعد يقع اختياره كسفير لإيطاليا في تونس.
فباش تعرفوا معناها فهمت الكاليبر نتاع الشخص هذايا، باش تعرفوا اللي كونه يعني سفير عنده يعني سي في قوي جدا، ووقع اختياره الى تونس كسفير لتعويض لورينسو فانارا، لان ايطاليا ترى تونس انها يعني كما ذكرت شريك استراتيجي من الناحيه الاقتصاديه وكذلك من الناحيه يعني الجيوسياسيه. مجدي الكربيعي كلامك مهم جدا، لانه ما حبيتش ندخل ياسر في تفاصيل، لكن بالفعل كلامك مهم، لانه فابريتسو ساجو سفير ايطاليا جديد كما قلت انت كاليبر، وانا نحس في كلامك نعرفك ماكش الكل كبيري، تحب تذكرنا وهذا سبق وقلناه انه في المقابل تونس منذ انتهاء عهدة سفيرها في روما مع السيناوي لم تعين سفيرا في إيطاليا في سابقة. طبعا مش نعطيك الرقم وبعد خليك تكلم مجدي، للعلم أكثر من 35 ما بين مراكز دبلوماسية وقنصلية في تونس تونسية عبر العالم ني با بورفيو، يعني لم يتم التعيين، مش تكون الصورة كاملة، ما هيش إيطاليا حالة معزولة، ولكن نفهم الكل، أنت مجدي غادي احنا هوني، ما تجيش أنه تونس معناها تقعد سبتمبر أكتوبر نوفمبر ديسمبر وتوا جانفي ما عندهاش سفير، في وقت كما كنت ذكر فينا إيطاليا عينت في تونس سفير كان سفيرها في أمريكا. نعم يعني أحنا تذكر أنه إيطاليا هي أول شريك يعني يعني اقتصادي لتونس، معناها بلغت نسبة التبادل التجاري فاتت معناها 3 مليار 3 فاصل معناها 3.43 مليار أورو، يعني رقم كبير جدا. إيطاليا هي أول شيء يعني أول تصبح أول معناها فهمتي شريك اقتصادي، فاتت معناها إيطاليا سمحني فاتت إيطاليا، فاتت فرنسا، فاتت ألمانيا، فاتت كذلك الصين اللي معها، الصين نحن معها في عجز يعني إنه هذه كانت إشكالية، لكن في مع إيطاليا هناك معناها تبادل. للأسف هناك منذ يعني تقريبا 6 أشهر في إيطاليا ما عندناش سفير في تونسي في إيطاليا، ما عندناش كذلك قناصلة اللي هما معناها في أبرز القنصليات، عندك ميلانو بدون قنصل، روما كذلك بدون قنصل، نابولي بدون قنصل، وباليرمو بدون قنصل، يعني 5 قناصلة تقريبا ما عندناش في إيطاليا للأسف، باش تعرفوا معناها اللي كونه. وهناك كذلك يعني ثاني أكبر جالية تونسية متواجدة في العالم في إيطاليا، ومجدي باش نفهم بالضبط هذا البعد. لا اللي تقول فيه انا ما حبيتش ندخل في تفاصيل، انا ما كانش عندي الارقام هذه الكل بصراحه، معناها انه 5 قنصليات فارغه في ايطاليا حاجه يبدو لي عمرها ما صارت. مجدي نرتفع شويه على الاكتواليتي، هل انه من الاخر نرجعوا للمساله انه الدبلوماسيه التونسيه بقيت في نوع من الثوابت اللي فيها وعليها، وانه مركزين ديما على العلاقه مع فرنسا ومع امريكا في حين انه الدور الايطالي مهم، الخلفيه هذه تراها زادت منذ رئاسه قيس سعيد ام تراها ثابته مع من سبق قيس سعيد بعد 2011؟ هو يعني تقريبا ديما كانت سياسية، مش حتى مع قاشايد، حتى معناها من حكومة السابقة ديما هكا يعني ثقافيا، ثم كما يسميها احنا اليوم في وطن أنطونيو غرامسي ليجيموني كولتيريل، يعني الهيمنة الثقافية الفرنسية اللي بقات هي زادة مهيمنة فيما يخص يعني رؤيتنا نحن في كذلك الجانب الاقتصادي، الجانب الدبلوماسي، ديما ننظر على أنه فرنسا وننظر على أنه دول أخرى هي يعني الأولى، في الحين أنه إيطاليا هي يعني لديها تقريبا 900 شركة، وسمعنا أنه أنطونيو طياني يقول باللي كونه لما لا رفع إلى 1500 شركة من الشركات اللي بقات، واللي معناها هو كابيتال ريزيستون، معناها هو يعني مقاوم لكل الـ الـ يعني الأزمات، سواء كانت الأزمة السياسية في تونس منذ 2001، سواء كانت كذلك أزمة الكوفيد، يعني بقات الشركات هذه ما زال معناها في الإيطالية في تونس، وبقت يعني تدعم النسيج يعني الاقتصادي والتنموي في تونس، إلا أنه الجانب التونسي لا يعني لا يركز كثير. احنا عندنا مثلا هنا في باو سي بيكس في لومبارديا، هي معناها قائمه بجوبها جبهه فيما يخص معناها فهمتني جلب الاستثمارات او التشجيع على معناها فهمتني الصادرات، يعني انتم معناها في تونس كصحفيين هل سبق لكم انكم معناها فهمتني تفطنتوا الى انه هناك معناها بوادر من يخص معناها فهمتني تنظيم
الملتقيات ولا ندوات فيما يخص هذا ضعيف جدا. يعني المشكله انه للاسف ما عندناش حتى رؤيه فيما يخص انه او معناها تدعيم هذا الوجود الايطالي. بالعكس انه ايطاليا ترى ان نحن يعني حليف استراتيجي، ان ترى في تونس انه يعني هو بوابه كما يسميها، معناها بوابه أكثر من هكا. مجدي تكمل لكلامك، احنا معناها وهذا كان على العلن، معناها تياني قال احنا طلبنا باش نقابلوا الحكومة التونسية. كم كان من الأحسن لو أن الحكومة التونسية هي اللي طلبت، خصوصا على المستوى الاقتصادي في الظرف هذا اللي احنا دخلنا في نوع من من الأزمة الواضحة وضحت المعالم، هو أنه احنا نكون نطلبوا من إيطاليا أنه تكون الحليف الاستراتيجي متاعنا، في حين أنه من بعض الشركات اللي الإشكالية متاعها ولا تعميقها هذه البوليميك الأخرانية حول شركة مينيرالي اللي تستثمر في الرمل التونسي واللي صدمت في ظرف 3 أسابيع بمعلوم إضافي، معناه بتاكس إضافية اللي كان من المفروض أنه تتم في إطار تحاور، مثلا يعطيهم عام يعطيهم 6 أشهر، في حين الشركة هذه صرف أكثر من 40 مليون دينار تونسي وعندها تقريبا 3000 معناه أمبلوا ما بين ديريكت وانديريكت. هل أنه هذا الكل في رأيك مالجريتو نلاحظه أنه أنت قلت كلمة صحيحة قبلك ريزيستانس، الاستثمار الإيطالي في تونس مازال مغريا بالنسبة لرجال الأعمال في إيطاليا؟ هو مازال مغري، ولكن سنقرأ في مقاله طياني واضح، يعني يقول باللي كونه نحن تونس نعرفوا المعضلة البيروقراطية، يقول لك باللي كونه يعني يجب على الدولة التونسية أنها تنقص شوية من إجراءات البيروقراطية، يعني واضح، يعني حتى المستثمر الأجنبي يفهم إن أن دولتنا معقدة بيروقراطيا، معقدة كذلك الأمور من المسائل الإدارية، وبالتالي يعني واضح، يعني اليوم أنت الاستثمار الإيطالي أو حتى الأجنبي رأوا إذا يلقى معناها منظومة بيروقراطية ما زالت إلى اليوم تتعامل معناها مع ورقة وسيلو وخذ رنديفو ويجيني نقابلك، في حين أن نجد شركات معناها نجد دول أخرى تتعامل معناها بمنظومة. شوف أنت المغرب، شوف أنت رواندا، منصات معناها فهمتني في ظرف 24 ساعة تعمل ستارت اب نتاعك. احنا في تونس معناها باش تعمل ستارت اب برمش يجيب ورقة من كذا ويجيب ورقة من كذا، وبالتالي يعني للأسف ما زالت معقدة. من غير ما نحكيه مجدي من غير ما نحكيه على الإشكال اللي يطرحه ما يسمى الاستقرار القانوني والتعاقدي في مسألة مينيرالي، معناها أنه أوكي احنا مع أنه الدولة تجيب الفلوس وأنه الشركات تخلص الضريبة نتاعها، أعطيها شوية وقت، ما تجيش قانون المالية 27 ديسمبر يعرف هو اللي 6 جانفي لازم يخلص 100 دينار على كل طن من الرمل. هذا صحيح، لكن معناه القانون المالية جدا كيفاش تم معناه فهمتي سياخته توا معروفة، معناه توا هو الناس اللي معناه اللي تخرج بالرمل تدفع في 60 معناه تكلفته معناه باش يبيعوا. قلت 500 دينار، سامحني دينار مجدي قلت 100 دينار على كل طرنات، مش 500 دينار، 100 ولا 100 دينار على الطن، ولكن هو يبيع فيه الطن يبيع فيه ب 60 دينار، يعني معناها هناك خاص معناها خساره معناها فهمتي. تصور هذه الضريبه او تصور قانون الماليه في حد ذاته ما فهمتوش. ثم انه طيان يقول باللي كونه الرئيس خسعي توعد بانه سيقوم بحل هذه المشكله، يعني باش نشوفوا كيفاش باش يحل هذه المشكله، هل باش يصدر معناها فهمتي اوامر او معناها فهمتي مراسيم رئاسيه من اجل حذف هذه الضريبة، كيف سيكون التعامل مع هذه المسألة؟ يعني هذا واضح اليوم، واضح كذلك لنا أنه يعني طريق القانون المالية لم يكن معناها دراسته أو حتى معناها فهمتي سياقته لم يقع النظر إليه في عدة جوانب، سواء كان بالنسبة للاستثمار أو كذلك بالنسبة كذلك فهمتي. مجدي آخر سؤال، آخر سؤال معاك حول مسألة الهجرة غير الشرعية اللي هي تبقى سبب جيين تياني وقدوم ميلوني في الأسابيع الجاية لتونس. سمعنا خطاب، طب باش نكون واضحين، احنا طبعا مع التقارب مع انه ايطاليا تكون بالفعل معناها موضوع تولي اولويه للدبلوماسيه التونسيه، لكن طبعا الطرف الايطالي ماهوش طرف ملائكي. تياني اعطى الارقام، قال
أكثر من 50% من الهجرة غير الشرعية متأتية من مهاجرين توينسا. هل يمكن اعتبارا بقدوم جورجيا ميلوني فما حاجة باش تتغير ما في الواقع؟ تقول أنت الواقع على الميدان ما يعطيش هامش كبير من العمل لا للطرف الإيطالي ولا للطرف التونسي. شوفوا تياني باش نكونوا واضحين، هو معناها يقوم ببلورة النقاط اللي حكيت عليها جورجيا ميلوني في برنامجها الانتخابي، وانا سبق اني يعني تقابلت معه تياني في ملتقى نظم في روما عبر المعهد الامريكي للديمقراطية، وهناك كانت له معناها رؤية مخالفة لليوم، لانه في وقتها يقول بلي كونه كفانا اعتبار أن افريقيا هي المشكلة في مسألة الهجرة، مسألة الهجرة هي مشكلة يعني تهم سواء كان الضفة الغربية وكذلك الضفة الشمالية، وبالتالي كان وقتها يتصور انه وفي ظل حرب معناها الأوكرانية الروسية انه اليوم على اوروبا او ما ذلك ذلك الحلف الأطلسي انه يرى عدم يعني اعتبار افريقيا او شمال افريقيا مشكل في الهجره، ويجب هناك معناها ان تكون رؤيه جديده، الى ان اليوم نرى ما معناها ما صرح به وقتها، اليوم يرى ان المشكله هي معضله شمال افريقيا، وكما سماها هو معناها فهمتي الفلاجيلو دي لا معناها دي الميجراسيون، يعني كارثه او وباء الهجره غير نظاميه، وبالتالي اليوم واضحه رؤيته مع كانتيدوزي يشوفوا باللي كونه هناك يجب معناها مساله امنيه، وقالها هو صراحه قال تريدون مزيد من الاموال يجب عليكم ان تتعاملون معناها مع مساله الهجره بصرامه، وبالتالي شكرا لك ماشي في معناها برنامج مواجع تونس حرس حدود معناها الى وهذا ليس بجديد. ترانزيشن باش تكون سهله مجدي بعد ما حكينا على دوري ايطاليا، بعد شويه باش نحكيو مع انيس جزيري على دوري ايطاليا في ليبيا. شكرا لك مجدي الكرباعي، كنت معنا مباشره من ميلانو النائب السابق عن ايطاليا. شويه بوب ومن بعد نرجع نحكيو على ليبيا باش نحكيو حتى على النيجر اليوم. اقعدوا معنا. هذا الوقت حبيت اني اخاطب الشعب الليبي. هذا المؤتمر الذي يبحث استقرار ليبيا ودعت اليه حكومه الوحده الوطنيه. نلتقي اليوم في طرابلس الامنه المستقره وللحمد لله. عاصمه ليبيا الموحده. عاصمه ليبيا الموحده. رجعنا مع بعضنا على يفام. في عندنا أجندة، مازلت عنا 20 دقيقة باش نخصوها كيف ما كل أسبوع لليبيا اليوم، وضيفي هو أنيس الجزيري رئيس مجلس الأعمال التونسي الإفريقي تونيزيان أفريكان بزنس كونسيل. أنيس مرحبا بك. مرحبا بك مراد، ومرحبا بكل مستمعي يفام، وشكرا على الدعوة. برشا سؤالات باش نحكيو على المعرض التونسي الليبي اللي صار اخيرا في مصراتة، باش نحكيو على المشاريع الكبرى، باش نحاولوا نحلوا الافق اليوم، وتو نحكيو على مسألة السوق الافريقية والطريق الصحراوي، وطبعا ماكش مروح قبل ما تعطينا رايك في مسألة الإعانات والشاحنات. لكن نيس الجزيري اليوم ما جاش وحده، جات معاه مدام غبيتو إغزيكا، وهي المستشارة الأولى لرئيس جمهورية النيجر. بونجور مدام إغزيكا. بونجور. Alors ravi de vous recevoir. Merci. On va parler de Tunisie, on va parler de Libye, puisqu'on a une rubrique qui concerne la Libye toutes les semaines. Et en vous invitant aujourd'hui, on rappelle que le Niger n'est pas loin. Et oui, que finalement, nous sommes tous dans la même sphère. Vous me permettrez de m'adresser en arabe à Anis Jaziri et de revenir vers vous pour parler tout à l'heure, notamment de ce grand projet, cette route transsaharienne. Anis Jaziri, كنت في مصرات المعرض التونسي الليبي، ماهوش المعرض الأولاني اللي يصير اهتمام المجلس نتاعكم بمصرات ليس بجديد. في 30 ثانية أهمية المعرض هذايا. والله تاع المرة هذه نقصد. اي بصراحة معناتها المعرض معناتها تعرف وقت اللي واحد يحضر التظاهرة يشوف اسكو وصلنا حقيقة للنتائج اللي نترقبوا فيها ولا لا. المعرض حقيقة فاقت التطلعات متاعنا من ناحية الساعة. أولا الحضور التونسي حضور كبير برشا، أكثر من 600 رجل ومرأة عمال تحولوا إلى مصراتة. ثانيا تنظيميا غرفة مصراتة بكل صراحة أثبتت أنها
على اعلى مستوى. وسي مراد انت استدعيت سي فتحي لمين كنت اتذكر وسي ايهاب كان بحذانا بالضبط. ومن وقتها وقت بدينا نحضروا فيه الوقت كان ضيق جدا معناتها تاع شهرين شهر ونص بعد منتدى صفاقس، لكن الحمد لله معناتها غرفه قويه ووريت اللي مصراته معناتها مش تلعب ان شاء الله في المستقبل، وهذا ما وريناه للتوانسه اللي حضروا مش تلعب شكون دور كبير ومش تكون بوابه لافريقيا. اني ها باش نسمعوا في اكستري صغير اهميه المعرض هذا بالارقام. تمام. في مجالات واختصاصات صناعية وتجارية مختلفة شاركت عشرات الشركات التونسية والليبية في الدورة الأولى للمعرض التونسي الليبي لتطوير التجارة والصناعة بمدينة مصراتة الليبية. وزل ستار على دورة الأولى من المعرض الليبي التونسي لتطوير التجارة والصناعة بمصراتة، دورة شارك فيها قرابة 100 مؤسسة من قطاعات صناعية وخدماتية مختلفة. هذا كان التفاعل نتاع وسائل الإعلام الليبية. هل ممكن اعتبار مصراتة اليوم قلب الاقتصاد النابض لليبيا الجديدة؟ فما تنافس ما بين ليبيا ما بين مصراتة وطرابلس، فما نوع من الاستقلالية المصراتة تخليها تكون عندها ديناميكية كبيرة؟ والله بكل صراحة معناتها مصراتة كما زرت أنا المرة الأولى، المرة هذه زدت أكدت معناتها مش تلعب دور مستقبلي كبير، وهذاك علاش نجم نقولوا المعرض هذا جاء في وقته باش التوانسة تعرف قيمة المنطقة هذه، لأنه بكل صراحة الأتراك غلب معناتها فاتونا شوية، لكن مازال عندنا الوقت، مازال عندنا الوقت أون بو ريكوبيري لو روتار. والتوانسة كيف شافوا المنطقة الحرة خاصة يا مراد معناتها منطقة على أعلى مستوى، كنشوف لي روت الانفراستركتور الضوء الماء الادمينستراسيون معناتها الكوتي نوميريك كل شيء حاضر، لي زانسيتاسيون راهو اللي موجوده في المنطقه هذه الحره اكسترودينير، 1 دولار لو متر كاري سور 33 زون رينوفلابل 66 سنه، ما تخلصش الضرائب لمده 33 عام رينوفلابل اوسي، ديزافونتاج سور لو بلان نتاع السي ان اس اس، كيف كيف بالنسبه للماتير بريمير نتاعك باش دخلها غاديك اون تيرم دو دوان، معناتها تو نعطيكم بعد الممكن اما ديزافونتاج كبار برشا بورت من اعلى مستوى حقيقه، معناتها دي ميليي دو كونتينر قاعدين يهبطوا في المنطقه هذه وقاعدين صحيح يتوزعوا على ليبيا، لكن زاد مش نحكيوا شويه مع مدام رياتول هنا قاعدين يتوزعوا على النيجر والتشاد والسودان 15000 شاحنه. من يمكن من هو الهدف وما هي البلدان اللي مدينه مصراتة تهدف ان تجلبها الغادي؟ لانه صوره ليبيا ما زلت مهزوزة شوية. طبعا صورة ليبيا ما زلت مهزوزة شوية، لكن فما بلدان قاعدة تخدم يا مراد، اللي قلت لك تركيا، إيطاليا، مالطا، فرنسا، بريطانيا، معناتها أمريكا، كلهم توا قاعدين يلقاو في موت قدم في ليبيا، هذا متأكدين منه. تونس قاعدين يلوجوا على قاعدين يلوجوا. طبعا نحكي الاستثمارات الخاصة كذلك موجودة شركات إيطالية والفرنسية، فما شركات، فما حتى شركات يابانية موجودين قنام في المنطقة مصراتة، كراهب قاعدين يهبطوا فيهم غادي كي، وفما شويه حتى مونتاج سير بلاس. لا لا معناتها فما تقدم ملحوظ كبير كبير، هبطنا في الباج نتاعنا كنشفتوا تصاور نتاع المنطقه تصاور. وكذا معناتها سيكسر اوردينير. المفيد المنطقه مش تلعب دور، والمصراتة هي القطب الاقتصادي بكل صراحه. دبيبه اللي جاء افتتح الواحد من مصراتة، رئيس الاتحاد الغرف من مصراتة، كبرى الشركات الكبرى الصناعيه، وهذا يلزم ينتبهوا له. راهو توانسه ليبيا ومصراتة قاعدين يتقدموا في الجانب الصناعي بصفه مطرده. اليوم فما جروبات كبار، جروب سهل، جروب رويب، اكتشفوا التوانسه اللي ليبيا قاعده تقدم رغم المشاكل اللي قاعده صايره، ليبيا قاعده تقدم. فما حاجه اخرى، التامين والامن، الناس مشات وشافت وحوست وخرجت في الليل وشيشت وبصراحه معناتها ما تحسش اللي بلاد معناتها كانت في حرب، قاعده تتعافى، قاعده تتعافى، ونتمنى انها تكمل في الطريق هذا. خلينا ناخذ شهاده نتاع المستشاره الاولى رئيس جمهوريه النيجر avant de parler du projet. Votre première impression de votre déplacement à Mosrata, c'est la première fois que vous alliez à Mosrata? Oui. Ouais. Vous avez senti un climat de sécurité, un pays, une région en plein essor, hein? Oui, merci beaucoup. Oui, parfaitement, parce que j'ai entre ce qu'on entend et ce qu'on a vu, c'est totalement différent. En tout cas, nous, on a vu une ville en plein essor et sur laquelle nous pouvons désormais compter.
J'ai beaucoup apprécié en tout cas notre séjour du point de vue sécuritaire. On n'a rien vu d'insécurité et puis tout se passe normalement. Vous avez été impressionné par le dynamisme de cette ville, l'aéroport, l'infrastructure, oui, l'aéroport, la zone franche. Les ports secs et aussi la mentalité, la disponibilité des gens au changement. C'est très important. Moi, c'est ce que j'ai fortement apprécié, et les industries, la créativité des industries libyennes. Et je pense que c'est très important pour nous, pour cette partie de l'Afrique. باختصار قبل ما نتعدى المسألة أخرى وقلنا نحكيو على الطريق الصحراوي، هل تعتبر اليوم وأنه أنا دوري كصحفي باش ندغدغك شوية دبيبة من الجهة الليبية وإحنا وزير التجهيز والإسكان كنا نجم نتمنيه حضور والله مع احترامنا لوزير التجهيز والإسكان طبعا مشكورة ساعة وزير احنا ما فرغ منه هذاك اي وجهنا الدعوة رو رئيس الحكومة سوف كو رئيس جات الفترة رئيس الحكومة جات دافوس رئيس فوالا هذاك علاش هذاك ما نجموش نلوموا عليه هذاك علاش جات بالضبط مع دافوس علاش عينت وزير التجهيز اللي قامت بالواجب بكل صراحة ودافعت على المؤسسة التونسية وفما تعرف ملف كبير يا مراد اللي هما المشاريع اللي من 2010 توقفوا ومتخلدات التوانسة في المشاريع هذه راهو دي سونتين دو مليون دو دينار سي با دو جو دونك فما يقال للجزيرة انه هذا الملف وانت بيدك لمحته لنا ساعات في الكواليس مرتبط كذلك بالاموال الليبيه في تونس طبعا كله شعملنا في زوز ملفات هذه وانتم من اللوبي الايجابي ما بين ظفرين طبعا ما تقدمتش الامور كما تحب قاعده تقدم وقاعده تتحلحل ومنذ كملنا وقت اللي جينا بحذاك وجبت سي فتحي الامين وخرجنا بالمخرجات وقدمنا المخرجات لمراد بعثناهم للجمهوريه رئاس الحكومه وفما كانت تجاوب مشات وزير الصناعه وزير التجاره وزير النقل ليبيا جاء دبيبه لتونس وقعد الامور وتو قاعدين يحضروا في اللجنه المشتركه العليا فما المعبر مع تسهيلات قاعدة تتحل بالكبير الحاجة الوحيدة اللي نتمناه واليوم واللي إلى الآن وجبدنا عليها الناس كل هي المعاملات المالية يلزم الأمور تتحرك في البنك المركزي التونسي هل أنه تفاعل من هناك تفاعل من منور العباسي والله احنا اللي نستناو فيه قانون صرف جديد اللي وخر واللي ماذا بينا نشوفوه هو اعلن عليه اعلن هو اعلن انه مشي واحد وقيت وقلت كنت اتذكر وقت اللي جيت بحذاك قلت بالنسبه لليبيا راهو سي اون اورجونس ابسولي ومشاو معانا راهو بنوك تونسيه البي تي ال بي تي كي لي بي سي بانك وغيرهم بنوك لكن هم بيدهم راهو يحسوا اللي فما مازال شويه مشاكل يلزمها تتحل في اقرب العاجل لانه توا الديناميك اللي خلقناها وصلنا راهو 2020 مش سكروا افيك 2.3 مليار دينار اللي هي مفاجاه بكل صراحه انا وقت اللي جيت بحذاك قلت لك 2.6 كانت تتذكر اما الامور ماشيه مليح 2.3 مليار دولار ايشانج تونيزو ليبيان بريفي اي 2023 رانا اوني كابابل دو فير 4 مليار دينار راهي تونس رجعت بقوه وبصراحه معناتها دبيبه حكيت معاه بالكدا وزير التجهيز فما تشجيع كبير للرجوع للمؤسسه التونسيه شكون المجموعات التونسيه الكبيره اللي ترى فيها قادره تستثمر في ليبيا وماشيه معك سيدي نجمو نسميه ماذا بيا ما نسميش اما فما ثلاثه مجموعات كبرى تونسيه خذات ديجا تروا بروجي دانفراستركتور من اللي جاء دبيبه ديرنيرمون بور فوتنا فورماسيون شفتوا ديما الاشكال هكا نقول العموم للاسف ما عندناش شفافيه توني الجزائر يعرفوا الاسماء تو نجيبهم لكم ليه لانه في بلدان اخرى فما لا ترونسبارونس سي باوت بيزنس قال الانجليزي ماهوش يقول لهم ما عندناش حتى لو تاب سوروبات وفما وحده اخرى خذاو ديجا دي بروجي اون كور معناتها سوروبات اللي موجوده في لو تاب وشي كي تري كونو فما وحده اخرى زاد في البي تي بي كي تري امبورتون راهو معناتها فما مشاريع كبرى اللي احنا اقصينا منها راهو يا مراد دوبوي دي زاني الحمد لله تو المؤسسه التونسيه قاعده ترجع ونقول لك حاجه مصراته دوبوي 12 سنه ما عملتش معرض اليوم عملت معرض على اعلى مستوى ونجح نجاح باهر وهم بيدهم كانوا متشوقين والتوانسه هما الاولانيين حتى لا تراك حاولوا راهو وما نجحوش الحمد لله قبل ما نتعدى الطريق الصحراوي ولا غوت ساغين 30 ثانيه كمان نحكي معك شويه سياسه في ليبيا هل انه نفس الاحساس اليوم في مصراته نلقاه في بنغازي ام انه ما زالت اشكاليات امنيه تمنعنا من ناحيه الاستثمار ومن ناحيه التنقل بنغازي بصراحه حتى بنغازي الامور طيبه وغرفه بنغازي جات ووقعت تكريمها خلال الافتتاح من طرف رئيس غرفة مصراتة ومن رئيس الحكومة الوحدة الوطنية اسمع ليبيا راهو قاعدة تتحرك ودبيبة صرح قال راهو ما عادش فما حرب في ليبيا
صحيح ما زالت سياسيا ما تحلتش المشكله فما لكن هو ما نجمش يمشي لبنغازي هذا كان الاعتبار الصحيح. مازال الجنوب زاد مازال مسيطر عليه حفتر وكذا مازال راهو فهمتني اما فما ديناميكيه بلاد ولات مستقره ويلزم اليوم اللي بيه الفائده التوانسه ينطلقوا ويرجعوا بقوه رجعنا ونجموا نعملوا اكثر نحو السوق الليبيه. من المشاريع المهمه اللي قاعدين تخدموا عليها هو مشروع هذا الطريق الصحراوي اللي هو هذا طبعا استثمار دول هذا ماهوش خواص. هل انه الفكره هذه ما زالت حلم ام اني بديت تقرب لنوعا ما بدايه التفكير الجدي في الاستثمار فيها؟ نذكروا الطريق الصحراوي هو طريق اوتوروت ما بين تونس ونيامي. ابسوليمون هذايا طريق احنا عندنا عامين مراد حكينا ليه صحيح كان حلم لكن احنا الحلم يلزمنا اليوم ردوه واقع والواقع راهو ما وقت باش ترجموا للواقع يلزموا خدمه كبيره والخدمه قاعدين يخدموا فيها يلزمها خدمه دولوبينغ التريو نيفو كسوا في تونس في ليبيا اي مدام رابيتو فان بارلي اوسي او نيجير. انا اسكو اللي نجم ناكد عليه سكو في ليبيا راهو فما اقتناع تام لاعاده احياء طريق العبور واعاده احياء تجاره العبور. هذه لا على عين المكان في مصر. الناس اللي تسمع فينا افون دوني لا باغول مدام ارزيكا شنو بالضبط الطريق الصحراوي؟ هذا الطريق الصحراوي شكون يقول لك الطريق موجود حاليا؟ لا لا نجموا نمشيوا لنيامي بالكهرباء؟ لا لا مازال سافيك بوكو ديفيكولتي خاطر فما فكرتكم تونس ترابلس على الميدان مش عطيك تونس ترابلس سي بون ترابلس تمن هند سبها سافا البارتي اونتر سبها اي اكاديس هذيك مازالت حتى سور بلو انفراستركتور ماهيش طريق صحراوي ماهوش فماش اسفلت. وثاني حاجه فما اشكاليه كبيره طبعا امنيه يلزم تامين السلع اليوم فما ميليشيات هي اللي تامن يلزم تخلصها باش توصل لك السلعه نتاعك وراهو الاف في الكونتينرات والكوامن قلت لك 15,000 كاميون في مصر اللي تعتبر من اكثر الدول في افريقيا في عدد الشاحنات بار دابيتون ما بور فو دير لو فلو توا اللي قاعد يهبط في المنطقه هذه وقاعد يمشي للتشاد السودان والنيجر ومالي. دونك الطريق صحيح ماهيش مؤمنه صحيح اليوم مازالت فيها خدمه في الجانب الانفراستركتور في الجانب الفينانسمون وفي الجانب خاصه تامين الحدود الليبيه النيجر. الو غابيتو ارزيكا ضيفتنا نذكر هي المستشاره الاولى رئيس جمهوريه النيجر أنيس جازيري دوني ان شيفر دو موسخاتا بارت 15,000 كاميون vers le Niger, vers le Tchad, vers le Soudan, vers le Mali. Il n'y a pas aujourd'hui une infrastructure routière qui favorise les échanges. Combien coûterait ce rêve, ce projet qui peut changer la donne pour toute l'économie? Est-ce que c'est dans les cordes du Niger, de la Libye et de la Tunisie de financer ce transsaharien, Tariq Sahraoui? Oui, je pense très bien que les trois pays unis peuvent valablement financer cette infrastructure parce que ça y va de la survie de notre économie. Aujourd'hui, je n'ai aucun doute qu'on peut s'engager sur le financement avec nos partenaires, sur le financement de cette voie qui est très importante pour l'essor économique, pour les échanges intra-africains. Aujourd'hui, on s'est engagé dans la zone de libre-échange continentale et il faut d'abord morceler en fonction des intérêts par zone. Et je pense que la Libye, la Tunisie, c'est deux pôles très importants pour nous. Par exemple, pour le Niger, si nous avons cette voie, c'est nous sommes ouverts au monde. Et donc, je ne vois pas en quoi on va hésiter de mobiliser les ressources pour que ça soit. Et je pense que ça va se faire. Est-ce que le Niger aujourd'hui, après cette période difficile, le corona, le Covid, la guerre entre... cet investissement public est prioritaire? Est-ce que vous ne risquez pas d'avoir une opinion publique qui vous dise il y a d'autres priorités, la santé, l'école, le transport, que sais-je? Il n'y a pas plus prioritaire que la route. Parce que c'est avec la route, on peut faire la santé. Parce que la santé, c'est une question des moyens. Et je pense que quand on parle d'essor économique, on parle des ouvertures au monde, c'est-à-dire si cette route est, même quand tu es malade, tu peux venir en Tunisie, t'es soigné par la route. Et donc, déjà, je pense que cette question ne sera pas posée. Aujourd'hui, ce qui est notre priorité, c'est comment nous ouvrir. Et je pense que c'est une question qui se discute au plus grand niveau, au niveau supranational. Et on s'est engagé aujourd'hui, c'est notre pays qui a conduit la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale. Je ne vois pas en quoi on va être hésitant à s'investir pour que cette route
soit et dans un délai très proche. Alors l'idée de cette transsaharienne, vous sentez un retour positif de la part de la Libye malgré toutes les problématiques politiques, Benghazi contre Tripoli? Est-ce que vous avez des interlocuteurs qui se projettent de façon concrète sur ce projet? Ou est-ce que c'est compliqué? Bon, pour moi, ce n'est pas compliqué parce que quel que soit le bord, il n'y a aucun bord qui va être contre une voie d'ouverture. Et je pense que ce sont des questions qui vont se discuter et puis on trouvera une issue. Anis. Alors, juste en français. Absolument. En français, cette route, c'est une route économique. Oui. C'est une route économique. Elle va permettre à la Tunisie et au Niger d'ouvrir le Niger au Méditerranée, c'est-à-dire l'ouvrir à l'Europe aussi, c'est très important. Deuxièmement, le Niger, c'est une plateforme. Désenclavé. Absolument. Désenclavé. Et en plus, le Niger, c'est une plateforme. Le Niger, c'est le Nigeria, c'est le Tchad, c'est le Mali, c'est Libye, c'est le Bénin. C'est... Il y a 7 pays limitrophes. C'est 500 millions de consommateurs. Donc, ça, c'est pour moi, j'ai en parlé, c'est la route future pour la Tunisie et pour combien le Niger. Combien ça coûte? Ça, c'est clair. Combien ça coûte? On n'a pas d'estimation. Actuellement, c'est le bureau engagé par les autorités libyennes, PMJ, qui est en train de faire l'étude d'investissement de ce projet. Esma, on est en train d'avancer malgré toutes les difficultés et j'espère dans un futur proche, on pourra avoir des camions tunisiens ou bien aussi des voitures nigériennes arriver en Tunisie en une semaine au lieu de 55 jours par voie maritime. Vous sentez qu'il y a une bonne réception de la part des autorités tunisiennes sur ce projet? Oui, oui, que ce soit du côté tunisien, oui, que ce soit du côté européen, et on va organiser quelque chose. Et en plus, on va organiser un très grand événement à Niamey, tuniso-libyen, nigérien, sur cette question transsaharienne et cette route économique. Et on y sera peut-être. Dernière question, je suis obligé de lui poser la question. Sourate Chahinet Libye Bil-I'anet, Al-Annu Feha Nayed Gaetou Finafsi Yaqoub, Twensa Alko Aleha Barcha Oma Ajbetoum. Ta'liqek Fi 20 Thania. والله اسمعني معناتها انا كتبت ستاتيو كبير عجبي من التوانسه اللي متقلقين منه فهمت ولا لا اخي سامحني انت كي تعمل 4 مليار دو دينار ولا 3 مليار دو دينار ديشانج وانت فوزيت ا 80% افونتاجو وانت هما يجيبوا لك 10 ولا 20% شنو المشكل؟ ما عندك حتى مشكل والمشكل نتاع التوانسه مش هالاربع شاحنات اللي جاوا راهم المشكل نتاع التوانسه اللي عندنا سنوات قاعدين ناكلوا بالمديونيه الخارجيه ما الشاحنات فيهم سلع تونسيه مدعمه هذاك علاش اللي تقلق. شكرا لك أنيس جزيري رئيس مجلس العمل التونسي الافريقي ميرسي رابياتو ارزيكا بروميير كونسيير دو لا بريزيدونس او نيجير نخليكم مع ملاك مع الاخبار بعد شويه ضيوفي في الساعه الثانيه يكونوا حاتم قطران ومبروك كرشيد اقعدوا معنا عندنا اجنده ايها الشعب العراقي العظيم أيها النشامى في قوة